النهارده ان شاء الله هنعمل سمري لطيف للاستراتيجيك مانجمنت في صوره تو اكسل شيتس او مايند مابس، بحيث ان احنا يبقى عندنا في خلال ربع ساعه اوفر فيو لطيف على كل النقاط اللي داخله في الاستراتيجيك مانجمنت. هنبتدي في الاول بالجدول ده اللي هو احنا بنتكلم هنا على الاستراتيجيك بلان. حسب الكلام اللي قاله فريد ديفيد، احنا هنشتغل من فريد ديفيد. احنا عندنا فيجن، بعدين ميشن، بعدين كور فاليوز، اكسترنال انفايرمنتال سكاننج، وبنبتدي بالاكسترنال عشان هو البنش مارك، انترنال انفايرمنتال سكاننج، استراتيجيك اوبجكتيفز، استراتيجي جينيريشن اند سيلكشن، امبلمنتيشن، اند فاينلي ايفالويشن. هناخد نقطة نقطة ونتكلم عليها. الفيجن، وير دو وي وونت تو بيكام؟ الحتة دي فيها لخبطة شوية، لأن الناس بعض الناس بتقول هو اتينابل ولا انريالستيك، هما مش عكس بعض. هو لازم يبقى اتينابل بس يوما ما، لكن النهاردة وحسب الموارد المتاحة حاليا والإمكانيات الحالية فهو انريالستيك. لأنه لو هو النهاردة رياليستيك مش هيبقى فيجن، هيبقى اوبجيكتيف. ناخد مثال لطيف للفيجن. بيل جيتس كان عنده فيجن لطيف جدا، البي سي وذ مايكروسوفت ات ايتش ديسك. مهم جدا بالنسبه لنا يا جماعه ان احنا نبقى فاهمين ان الفيجن اكثر اهميه للشير هولدرز وللمانجمنت وللامبلويز، في حين الميشن دايما تهم اكتر الكاستمرز. عشان كده بنشوف بعض الشركات مش حاطين الاثنين على الويب سايتس، فلو هختار واحده احطها على الويب سايت غالبا هتبقى الميشن مش الفيجن، لكن ممكن احط الاثنين على الويب سايت. تاني نقطه هي الميشن. الشركه موجوده ليه؟ What is the basic function behind the existence of the organization؟ الميشن يا جماعه افضل حاجه ان هيبقى ليها 9 مكونات مينيمم، يبقى عندي 5 أو 6 منهم. طب ايه هم التسع مكونات؟ الكاستمرز، مين العملاء بتوعي؟ البرودكتس، ايه اللي انا ببيعه او سيرفيسز، سواء برودكتس او سيرفيسز؟ ايه الماركت اللي بشتغل فيه؟ افريكا، يوروب؟ ايه التكنولوجي اللي انا بستخدمه؟ الفلوسفي مقصود بيها الفاليوز بتاعتي. الببليك ايمج مقصود بيها السي اس ار اكتيفيتيز او السبورت اللي انا بعمله للمجتمع. السيلف كونسبت هو الديستنكتيف كومبيتيتيف ادفانتج بتاعتي. الامبلويز هم الموظفين بتوعي، وبعد كده عندي السرفايفل او الجروث. فدول المكونات اللي هي المفروض تبقى موجوده في الميشن. نيجي بعد كده للكور فاليوز اللي هي بنقول عليها القيم المؤسسيه. الكور فاليوز هي مجموعه من القيم بنحطها عشان يبقى ليها جود ريفليكشن على الانترنال كالتشر بتاع المؤسسه. عندنا انتجريتي، عندنا اونستي، عندنا كرياتيفيتي، عندنا تيم سبيريت، كوميتمنت، بيرفكشن، اتشيفمنت. تقول لي طب ده احنا عندنا فاليوز كتيره. بختار الفاليوز بناء على ايه؟ على 4 أو 5 حاجات. الفيجن بتاعي، طبيعه الاندستري اللي انا بشتغل فيها، النيدز بتاعت الكاستمرز بتوعي، المشاكل الداخليه الموجوده في المؤسسه. يعني لو انا عندي مثلا الناس بتتخانق في بعض، فانا هاخد هنا التيم سبيريت. لو انا عندي مثلا الناس مش ملتزمه، هاخد الكوميتمنت. فدول الفاكتورز اللي على اساسها انا بختار الكور فاليوز. نيجي بعد كده للاكسترنال ايفالويشن. هرجع لفريد ديفيد. فريد ديفيد قال ان انا عندي 3 ستيبس في المودلز اللي بستخدمه، حاجه اسمها انبوت فيز، حاجه اسمها ماتشنج فيز، وحاجه اسمها ديسيجن فيز. هتلاقوهم معمولين باللون الاخضر. الانبوت فيز ده اتجاه واحد، يا انترنال يا اكسترنال. الماتشنج اتجاهين، انترنال واكسترنال. طيب لما نيجي نشوف الانبوت، الاكسترنال انفايرمنتال ايفالويشن، هو كان حاطط حاجتين بس، الاي فيز اللي هو الاكسترنال فاكتور اناليسيس سمري، والسي بي ام اللي هو الكومبيتيتور بروفايل ماتريكس. احنا طبعا بنضيف عليهم الايشو برايورتي ماتريكس، البيستل، والبورتر 5 فورس موديل. الايشو برايورتي ماتريكس يا جماعه هو يشبه بالظبط، او هو اولموست يعتبر بالظبط الريسك اسسمنت. هو 9 مربعات بيتكلم على الامباكت بتاع اي اكسترنال فاكتور سواء كان اوبورتيونيتي او ثريت، والدايمنشن الثاني البروبابيلتي بتاع الحدوث بتاعه. فقسم كده القصه ل 9 مربعات، عندي 3 فوق و3 في النص و3 تحت.
الثلاثة اللي فوق الهاي وهاي، الثلاثة اللي تحت اللو واللو، الثلاثة اللي في النص اللي هم ان بتوين. الايشو برايورتي ماتريكس اقدر استخدمه امتى؟ يفضل ان انا استخدمه كنوع من الفلتريشن، يا اما للنقط اللي طالعه من البورتر او اللي طالعه من البيستل. فنعمل البورتر واعمل البيستل واعمل ايفن السي بي ام واعمل بعدهم الايشو برايورتي ماتريكس عشان يطلع لي اهم نقط. اخد اهم نقط اكوردنج للايشو برايورتي ماتريكس احطها في الاي فاز. فكان الايشو برايورتي ماتريكس بيعمل لي فلتريشن لكل المودلز الاكسترنال اللي احنا قلناها. طيب نيجي للانترنال انفايرمنتال اناليسز. اللي حطه فريد ديفود في الانبوت فيز هو ايتم واحد بس اللي هو الاي فاز انترنال فاكتور اناليسز سمري. طب ايه الحاجات التانية اللي ممكن نعملها؟ عندنا الفاليو ديسيبلين تراياد، برودكت ليدرشيب، كاستمر انتيميسي، اوبريشنال اكسلنس. ايه تاني؟ بورتر فاليو تشين موديل، انباوند لوجيستكس، اوبريشنز، اوت باوند لوجيستكس، سيلز اند ماركتنج، افتر سيل سيرفيس، وفوقيهم السبورت اكتيفيتيز. عندنا 7 اس او ماكنزي 7 اس، هم سبع حاجات بحرف الاس. زي ايه؟ زي الستايل، زي الاستراكشر، زي الشيرد فاليوز، زي الستاف، زي السكيلز. كل دي نقاط اقدر استخدمها تو ايفالويت الشركه انترنالي. امال ايه الفاريو ده؟ خلينا نمشي من الشمال لليمين. انا عملت الفاليو تشين، عملت البورتر فاليو تشين موديل، عملت الديسيبلين تراياد، عملت الماكنزي. هيطلعوا لي نقاط قوه. عايز اعرف ايه من نقاط القوه دي او السترينثز دي اقدر اعتبره ديستينكتيف كومبيتيتيف ادفانتج، فبحطه على الفاريو اللي هو الفاليبل، رير، ان ايميتابل، واورجنايزيشن. فكان الفاريو بتعمل فلتريشن للسترينثز، الفاريو ما بتشتغلش على الويكنسز، عشان اقدر اخد السترينثز دي واشوف اهمها ايه واحطها في الانترنال فاكتور اناليسيس سامري. اللي يشبه الفاريو في الاكسترنال هو الايشو برايورتي ماتريكس، بيفلتر النقاط اللي جايه من البيستل والبورتر فاي فورس موديل عشان نقدر نحطها في الاي فاز. بس نخلي بالنا الايشو برايورتي ماتريكس يقدر يعمل لي ايفالويشن او فلتريشن للاوبورتونيتيز والثريتس، لكن الفاريو بيشتغل بس على السترينثز. نيجي بعد كده للاستراتيجيك اوبجكتيفز، ماكسمايزنج الماركت شير، بروفيتابيليتي، كوست ريدكشن، هاير كواليتي، كل دي استراتيجيك اوبجكتيفز. نيجي بعد كده لاختيار الاستراتيجي. انا بقى عندي انبوت من الاي فاز والاي فاز، واحيانا بنحطهم مع بعض في حاجه اسمها الاس فاز. هاجي هنا بقى هستخدم اللي قال عليه فريد ديفيد الماتشنج مودلز، عباره عن مودلز نصها انترنال ونصها اكسترنال. بحط عليها اللي حصل او من الاي فاز اللي هو الانترنال والاكسترنال ايفالويشن، فتقول لي انت في اي مربع من الاربعه اللي هم مين؟ التوز، السبيس، واحيانا بنستخدم التوز والسبيس كبدائل لبعض. السبيس اللي هو الاستراتيجيك بوزيشن اند اكشن ايفالويشن، البي سي جي اللي هو البوستون كونسلتنج جروب، الاي اي ماتريكس اللي هو الانترنال اكسترنال ماتريكس، والجراند استراتيجي ماتريكس. عاده اكتر حاجات بنستخدمها يا سبيس يا توز، نقدر نعمل الاثنين، ويا بي سي جي يا اي اي، لان احنا بنعتبر الاي اي او الانترنال اكسترنال ايفالويشن هو الاحدث بتاع البي سي جي. طيب طلع لي سواء البي سي جي او التوز او السبيس ثلاث اربع استراتيجيز، ماركت بينتريشن، برودكت ديفلوبمنت، دايفرسيفيكيشن مثلا. طب انا مش هقدر استخدم كل الاستراتيجيز دي عشان عندي ليميتد ريسورسز. ندخل هنا بقى على السلكشن اوف استراتيجي اللي هي ايه؟ اللي هي الكيو اس بي ام، كوانتيتيف استراتيجيك بلاننج ماتريكس. فانا بحط طبعا الاستراتيجيك الكيو اس بي ام اول كولم، ثاني كولم انا بجيبهم منين بالظبط؟ زي ما هم من الاس فاز اللي هم الويت، وبعد كده بنحط اكشلي الريت. الريت بنحطه بقى الايه؟ لكل استراتيجي على حده، ونضرب الويت في الريت. بس هنا ما بسموش ريت، اسمه اتراكتفنس سكور از. ولما نضرب الاتراكتفنس سكور في الويت يطلع لنا حاجه اسمها التاز اللي هي التوتال اتراكتفنس سكور. الاستراتيجي اللي هي اعلى سكور هي دي الاستراتيجي اللي انا هشتغل بيها. طيب اخترت الاستراتيجي، هبتدي مرحله التنفيذ او الامبلمنتيشن. لو تفتكروا في الجنرال مانجمنت
كان في عندنا حاجة اسمها البلوكس Planning, Leading, Organizing, Control and Staffing. عايزين نركب دي مع الاستراتيجيك بلان. مين في البلوكس داخل في الامبلمنتيشن؟ الليدنج انكلودنج الموتيفيشن والكوتشنج والديليجيشن. الاورجنايزنج داخل فيها فكره تحديد المهام للناس. الستافنج اللي هو تعيين الناس. امال السي اللي هي الكنترول هتيجي في المرحله اللي بعد كده بتاعت الايفالويشن. طب والبي اللي هي البلاننج هي اللي جت كل الاجزاء اللي خلصت دي كانت البلاننج. لما نيجي نتكلم على الامبلمنتيشن يهمني التايم لاين. يهمني حاجه اسمها ال WBS اللي هي الورك بريك داون ستراكشر. يهمني اعمل جانت شارت احط الاكتيفيتيز والتايم لاين. يهمني اعمل اكشن بلان. يهمني ريسورسز اعرف اجمعها في حاجه اسمها 5M: ماني، مان باور، ماشينز، مينتس مقصود بها التايم، وماتيريالز. فدول الادوات اللي انا هستخدمهم اثناء الامبلمنتيشن. نيجي في الاخر خالص لمرحله الايفالويشن. انا بعمل ايفالويشن للافكت بتاعه الاستراتيجي. هنا قدامنا طريقه من اثنين اساسياتين، يا بالانس سكور كارد يا اما البنش مارك. البالانس سكور كارد هي عباره عن اربع حاجات اساسيه: فاينانشال كي بي ايز، ليرنينج اند جروث كي بي ايز، انترنال بروسيس كي بي ايز، و كاستمر كي بي ايز. ليه سموها بالانس سكور كارد؟ لانه احيانا بيبقى في مشكله بين الفاينانشال كي بي ايز في اتجاه وبين الثلاثه التانيين. يعني مثلا انا عايز ازود البروفيت، ده الفاينانشال كي بي ايز، بس الكاستمر عايز لو برايس وعايز هاي كواليتي. لو دول في نوع من الكونفليكت هتحصل مشكله. لا، احنا عايزين نعمل توازن، عشان كده سموها البالانس سكور كارد. طيب البنش مارك، شوف لي احسن حد في السوق وقارن نفسك معاه. انواع الكي بي ايز موجوده كوانتيتيف وكواليتيف. كوانتيتيف يعني رقميه تظهر في صوره ارقام زي البروفيت وزي الاي بي اس اللي هو الايرننج بير شير وزي الريفينيو وزي الماركت شير. طب كواليتيتيف زي ايه؟ زي مثلا الامبلوي موتيفيشن، زي مثلا الكوميتمنت بتاعت الناس، كل ده كواليتيتيف كي بي ايز. طب كمان بنقسم الكي بي ايز لنوعين: ليد ولاج. الليد كي بي ايز هي شورت تيرم كي بي ايز. طب اللاج كي بي ايز لونج تيرم كي بي ايز. ده يا جماعه ببساطه شديده جدا الاستراتيجيك بلاننج بروسيس، خطوات ومودلز. كل خطوه يعني الفيجن ما فيهاش مودلز، الميشن ما فيهاش مودلز، فيها كومبوننتس. الاكسترنال انفيرومنتال سكاننج فيها كذا موديل قلناهم على راسهم طبعا الايفاز والسي بي ام. الانترنال فيهم كذا موديل على راسهم الايفاز. الاستراتيجي جينيريشن كان فيها الخمسه اللي هم الماتشنج فيز. الاستراتيجي سيلكشن كان فيها واحد اللي هو الكيو اس بي ام. الامبلمنتيشن ما عندناش موديل. الايفالويشن ممكن نعتبر البالانس سكور كارد ده اتس ا موديل. الشيت الثاني بنتكلم فيه على انواع الاستراتيجيز وهنقولها بشكل بسيط وسهل. احنا بنقسم الاستراتيجيز الى حاجه اسمها سي بي اف كوربريت، حاجة تانية بيزنس، حاجة تالتة فانكشنال. وعشان نفسر الموضوع بشكل بسيط، كوربريت هي الاستراتيجيات اللي بتحدد الدايركشن بتاع الشركة. أنا ديزني بشتغل في الانترتينمنت، عايز أدخل مجال الأوتيلات عشان أخدم على الانترتينمنت، ده كوربريت استراتيجي، ده نوع من الدايفرسيفيكيشن. طيب حلو، دخلت في مجال الأوتيلات، عايز أعرف إزاي هكمبيت مع الاوتيلات المنافسه اللي زي هوليدي ان والحاجات التانيه دي، بقى هتبقى البيزنس استراتيجي. طيب خلاص عرفت هكمبيت ازاي، عايز بقى احط كل اداره تحط الفانكشنال استراتيجي بتاعتها: الاتش ار استراتيجي، الماركتنج استراتيجي، الفاينانشال استراتيجي، الاوبريشنال استراتيجي. فدول الثلاث انواع الاساسيه من الاستراتيجيز. عندنا حاجه مهمه جدا، موديل كده لطيف بيحدد نوع الاستراتيجي للشركات اسمه مايلز اند سنو. مايلز اند سنو بيتكلم على ايه؟ ان احنا بنقسم الشركات بناء على الاستراتيجيه الخاصه بالار ان دي او الريسيرش اند ديفلوبمنت انتو بروسبكتور، بيصرف فلوس كتيره جدا على الار ان دي، وفي نفس الوقت عنده معظم البرودكتس اللي موجوده عنده 70 80 اكتر في الميه كلها انوفيتيف برودكتس. ناخد مثال زي ابل. طيب شركات تانية عكسها تماما اسمها ديفندرز،
ما بتصرفش خالص على الار ان دي، ومعظم البرودكتس اللي عندها برودكتس تراديشنال زي ما حصل مع نوكيا مثلا. وعندنا حاجه ان بتوين اسمهم انالايزرز، عندهم جزء قليل يتقال عليهم انوفيتيف برودكتس والجزء الاكبر تراديشنال برودكتس، وبيصرفوا على الار ان دي بس مش ارقام كبيره. نحط مثال مين؟ زي سامسونج. طب النوع الرابع اسمه ايه؟ اسمه رياكتور. هي شركات ملهاش استراتيجي، زي ما بيجي في دماغها بتمشي. نيجي بعد كده على الكوربريت استراتيجي اللي احيانا بنسميها دايركشنال، احيانا بنسميها جراند استراتيجيز. طبعا في اختلاف في التقسيمه دي ما بين فريد ديفيد وما بين توماس ويلن، بس التقسيمه دي تقسيمه الى حد ما لطيفه. بنقسمها ل انتنسيف استراتيجيز اللي هي السياسات المكثفه، الانتجريشن استراتيجيز، الدايفرسيفيكيشن استراتيجيز، والديفنسيف. يبقى الانتنسيف المكثفه، انتجريشن السياسات التكامليه، دايفرسيفيكيشن سياسات تنوع النشاط، ديفنسيف السياسات الدفاعيه. مش عايزكم تتلخبطوا يا جماعه. في الماركتنج كنت واخدين موديل كده كان اسمه جروث استراتيجيز، اللي هي كان عمل الموديل ده انسوف. انسوف لما عمل الفور جروث استراتيجيز، ماركت بنتريشن، ماركت ديفلوبمنت، برودكت ديفلوبمنت، دايفرسيفيكيشن، ده كان الموديل بتاعه. لما جينا تتقسم هنا اكوردنج تو توماس ويلن عملها بشكل مختلف. قال انا هاخد ثلاثه منهم واحطهم في اتجاه البنتريشن والديفلوبمنت، برودكت ديفلوبمنت، ماركت ديفلوبمنت، واسميهم انتنسيف اللي هم ظهروا في الاول. والرابعه اللي هي الدايفرسيفيكيشن احطها لوحدها. طيب الانتنسيف ماركت بنتريشن، سيم برودكت سيم ماركت. Product development, new product, same market. Market development, existing product مع new market. الانتجريشن سياسات التكاملية. تقسيمة لطيفة ليها عشان ما تتلخبطوش. يا vertical يا horizontal. ال vertical integration يا backward يا forward. ال horizontal integration يا merge يا acquisition. فده بالنسبة للانتجريشن. ال diversification نوعين. يا كونسنتريك يعني ريليتد، اطلع من صناعه لصناعه قريبه، يا اما كونجلوميريت ان ريليتد، بطلع من صناعه لصناعه مختلفه تماما. طيب الدنيا مش ماشيه كويس مع الشركه، الفاينانشال بوزيشن بتاعها سيء وبتعمل لوسز، هضطر اروح للديفنسيف. التقسيمه بتاعت الديفنسيف ريترنشمنت، سياسات الانكماش، فكاتنج اكسبنسز. مشيت اوكي، ما مشيتش هضطر اروح لمين؟ دايفستشر. اللي هي ايه الدايفستشر؟ اللي هي سياسات بنسميها البيع الجزئي، في لاين هقفله خالص. الحاجه الثالثه اسمها ليكويديشن. الليكويديشن اللي هي سياسه التسييل، بضطر ابيع بعض الاصول واسيل الفلوس بتاعتها عشان اكشولي اقدر بشكل او باخر ان انا اعمل ايه، اسدد حاجه اسمها شورت تيرم لايبيليتيز. عملت الثلاثه دول وفشلت، هضطر ادخل في حاجه اسمها بانكرابسي، اللي هي سياسه او اللي هي بنقول عليها الافلاس. نيجي بعد كده للبزنس استراتيجيز. عندنا كومبيتيتيف وعندنا كوبريتيف. الكومبيتيتيف عملها مايكل بورتر، يا كوست ليدرشيب يا ديفرنشيشن يا فوكس. وبنقسم الفوكس لنوعين، يا كوست فوكس يا ديفرنشيشن فوكس. وجي مايكل بورتر في احد المقالات الحديثه ليه قال هنحط حاجه كمان اسمها ستاك ان ذا ميدل. احنا عايزين بس نقول حاجه صغيره في النقطه دي يا جماعه، عشان بس دي خطا عند بعض الناس. هي ما فيش كلير كات استراتيجي هنا، يعني انا ممكن ابقى باخد كوست ليدرشيب ومعايا جزء ديفرنشيشن، او جزء ديفرنشيشن ومع الوقت اخد حته كوست ليدرشيب. يعني ماكدونالدز، ماكدونالدز ابتدى زمان ديفرنشيشن، واوفر تايم ابتدى يبقى عنده كوست ليدرشيب، وفي الاخر خالص ابتدى يعمل مور ديفرنشيشن من خلال الواي فاي، الكراسي المريحه، بعض المنتج منتجات الجديده زي الايجيان سالادز، كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل مور ديفرنشيشن. طب الكوست ليدرشيب اللي عند ماكدونالدز جايه منين؟ جايه من هو عنده اوبريشنال اكسلنس. طيب تعالى البرجر كينج، لا برجر كينج هو بيور ديفرنشيشن، بيجيب بقر ما بياخدش انتيبيوتكس، بيقلل نسبة الفات والسولتس، بيقدم سيرفيس كويس. طيب امال ايه ستاك ان ذا ميدل؟ لا عارف يعمل كوست ليدرشيب ولا ديفرنشيشن. زي مين؟ كي مارت في امريكا، وقع في النص ما بين تارجت وما بين وول مارت، لا عارف يروح لده ولا عارف يعمل ده فوقع.
طيب امال ايه الفوكس؟ حجم السوق صغير قوي. طب ايه الفرق بين الكوست فوكس والديفرنشيشن فوكس؟ الكوست فوكس حجم السوق صغير والكاستمر برايس سنسيتيف. الديفرنشيشن فوكس حجم السوق صغير والكاستمر برايس انسنسيتيف. نيجي نشوف الكوبريتيف استراتيجيز، اشهرهم الاستراتيجيك الاينس. انا عندي رينو نيسان، ناس كتير فاكراها انها ميرج، هي استراتيجيك الاينس. والاستراتيجيك الاينس عباره عن شركتين بيتعاونوا مع بعض بدون ما يحصل بينهم اي نوع من الميرج او الاكوزيشن. هننزل بقى زوم. نيجي بعد كده يا جماعه للفانكشنال استراتيجيز، على كل فانكشن على حاجه. اول حاجه الماركتنج استراتيجي، قول لي انت هتشتغل بوش ولا بول؟ بوش انا بشتغل مع الانترميدياريز، بول بشتغل مع الاند يوزر. حاجه الثانيه حضرتك الجروث استراتيجي بتاعتك هتعمل ايه؟ الكومبيتيتيف استراتيجي هتعمل ايه؟ طب السيفن بيس بتوعك، البرودكت والبرايس والبليس والبروموشن والبيبل والبروسيس والفيزيكال ايفنتس، كل ده اسمه ماركتنج استراتيجي. طيب نيجي بعد كده للاتش ار استراتيجي، ريكروتمنت، هشتغل تراديشنال ريكروتمنت ولا هشتغل اسيسمنت سنتر؟ التالنت مانجمنت، الابريزل، هشتغل تراديشنال ولا هشتغل ال 360 ابريزل؟ كل ده داخل فين يا جماعه؟ داخل في الاتش ار استراتيجي. الفاينانس استراتيجي، هعمل ايه في الديفيدنس؟ هعمل ايه في الستوك برايس؟ هعمل ايه لو انا حبيت اعمل نوع من السيلينج لبعض الكمباني بيتنتس؟ طيب نيجي بعد كده للاوبريشن استراتيجي، هشتغل ماس برودكشن ولا هشتغل كاستمايزيشن ولا هعمل ميكس للاثنين فاعمل حاجه اسمها ماس كاستمايزيشن ولا هشتغل جوب شوبس زي فكره الورش الصغيره ولا هشتغل ازاي؟ الار ان دي، انا ليدر فيسموني تكنولوجيكال ليدر، انا اللي بصرف كتير ولا فولور، انا مجرد بس بعمل ايه يا جماعه؟ بمشي ورا الكبار. فدي اسمها فانكشنال استراتيجي. ناخد حاجه مثلا زي كمان الاي تي استراتيجي، يعني في شويه حاجات لطيفه مكتوبه، فولو ذا سان مانجمنت. انا دلوقتي شركه مالتي ناشونال، امريكا هي المسؤوله عن الاي تي بالنهار، طب بالليل عايزين ندور على دوله تانية تبقى هي اللي بتدير، فدي اسمها فولو ذا سان استراتيجي. حاجه مهمه جدا في الاي تي مثلا زي الانترنت والاكسترنت، وزمان كان في حاجه اسمها الاي دي اي الكترونيك داتا انترتشينج، ودلوقتي حصل لها ريبليسمنت بحاجه اسمها الاي بي ايز اللي هي الابلكيشن بروجرامنج انترفيسز. وخلي بالكم مع الاي تي استراتيجي احد الاستراتيجيات المهمه جدا از ا فانكشنال استراتيجي اللي ممكن تنجح الشركات. برضو جوه الاي تي عندنا بعض السيستمز اللي بنستخدمها زي الاي ار بي انتربرايز ريسورس بلاننج، زي السي ار ام اللي هو الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، زي الار اف اي دي اللي هو الراديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن. الاي ار بي بيربط للشركه داخليا، السي ار ام بيربط للشركه مع الكاستمرز، الار اف اي دي بنستخدمه عشان الانفنتوري مانجمنت. يا ريت نكون فهمنا الاستراتيجيز والاستراتيجيك بلان، وتمنيت ان شاء الله بالتوفيق ليكم في سواء امتحان الكومبريهنسيف او البروجكت لو اتعمل بروجكت. اشكركم جزيلا.